سيداتي وسادتي أيها الأحباء متابعونا على برنامجنا عين على المشرق، وأنتم تطلعون اليوم على تجربة نتحدث عنها في زمننا هذا ونحن نقترب من عيد من أعيادنا، عيد الميلاد المجيد. في هذا الزمن الذي نتحدث فيه عن حب الله للإنسان ورعاية السماء لسكان الأرض، ونحن على بعد ساعة من حدث الميلاد، حدث المغارة في بيت لحم، من عمان نأتيكم مجددا لنطل عليكم ونقول بأن زمننا هذا ككل أزماننا في هذا الوطن العزيز هو زمن الخير وزمن للحب. عندما نتحدث عن فعل الخير نتحدث عن فضيلة أمرت بها السماء، وعندما نتحدث عن الإحسان فالإحسان في أصله ليس ممارسة أو أيديولوجيا اجتماعية، وإنما هي فضيلة أمرت بها السماء. فهل يجوز للإنسان أن يرى أخاه الإنسان فلا يسارع إلى الوقوف معه وإلى جانبه؟ أيها الأحباء، ونحن نتحدث عن الخير في مجتمعنا، الخير موجود في وطننا، إنما نتحدث عن ميزة تميز ممارساتنا وحياتنا اليومية. نتحدث اليوم أيها الأحباء عن تجربة الأردن، تجربة مجتمعنا في الخير، تجربة مجتمعنا في التكافل، وهذا الفعل الذي يحارب الأنانية ويرفض الطمع والجشع، بل يضعنا جميعا كلنا يضعنا على مسافة واحدة من قربنا وفي قربنا لبعضنا البعض. عندما يفعل إنسان الخير يكون هو والآخرون مستفيدين. أنت عندما تفعل فعل خير أنت تساعد الآخر وأنت تكسب أيضا. أيها الأحباء، خير من يتحدث عن الخير في وطننا سيدة أردنية نشمية سياسية ناشطة اجتماعية وحقوقية وقانونية، إنها معالي أختنا الفاضلة الأستاذة ريم أبو حسان التي هي وزيرة سابقة ومحامية وناشطة، كانت أمين عام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، فالأسرة والحفاظ على الأسرة كان على أجندتها وما زال، حقوق المرأة وتمكين المرأة أيضا على أجندتها في جعبتها الكثير، لكن في هذا المساء هي تأتينا كرئيس لحساب الخير الذي انبثق عن همة وطن، وهي أيضا استراحت للتو من مهمة، وهي ابنة الوطن التي تسارع لتلبية نداءات الوطن وقائد الوطن، كانت نائب لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن. رحبوا معي بالأخت الفاضلة الأستاذة ريم أبو حسان. هلا ستي، شرفتينا. شكرا أولا أبونا نبيل على هذه الدعوة الكريمة، وأتشرف أن أكون معكم في هذا البرنامج الذي يطل على إخواننا وإخواتنا في العالم أجمع. فشكرا لهذه الاستضافة. شرفتينا معاليكي. الطقس اليوم شوية أثر علينا، ولهذا السبب نحن نعتذر، إذا تسمحي لنا نعتذر من مشاهدينا على صفحة فيسبوك نور سات الأردن على هذا التأخير الذي كان رغما عنا، ولكن نرحب بك مجددا في هذا المكان لنقول
في جعبتك الكثير من الخبرة والتجربة والمواقف، ونتعلم منك. حساب الخير، إيش هو حساب الخير؟ شكرا أبونا على السؤال. في الواقع حساب الخير هو موجود بالأساس في وزارة التنمية الاجتماعية من 2010. عندما صارت جائحة الكورونا كان لابد من أن يتم عمل إجراءات لدعم المتضررين من جائحة كورونا، لأنه الحكومة أخذت مجموعة من التدابير الاحترازية، تضرر منها عدد من الناس، فأصبح حساب الخير جزء من صندوق همة وطن، والذي كان دوره الأساسي وحسب تعليمات صندوق همة وطن الصادرة عن أوامر الدفاع ودولة رئيس الوزراء، أن يقوم بتقديم الدعم للأشخاص والأفراد المتضررين من الجائحة وليس إلى المنشآت والمؤسسات. يعني هو كان قبل الجائحة، كان هو موجود ب 2010 في وزارة التنمية الاجتماعية، لكن تم تنظيمه من خلال الجائحة ومن خلال تعليمات همة وطن ليكون تحت مظلة صندوق همة وطن، ويقدم المساعدة النقدية كما كنا دائما نقول في حساب الخير، ندعم من لا داعم له. فكان الدعم موجه للأردنيين، لأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة. دعم من لا داعم له بالفعل. والشعار الآخر اللي كان نعمل بموجبه، إن كل دينار يعمل فرقا، فالتبرع لو كان دينار أو أكثر بيأثر تأثير إيجابي في حياة الشخص دينار. اللي بيروح له هذا الدعم دينار، حتى لو دينار. يعني سيدتي في الكتاب المقدس أن يتحدث السيد المسيح عن فلس الأرملة. نعم. فيعني هذا يعني إنه نحن بهذه الممارسة نرسخ ما هو قائم في مجتمعنا اللي هو فعل الخير. يعني ولا حدود بشيء، ما فيش تحديد لفعل الخير. أبداً ما في. يعني كمان إحنا نقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام. التعامل برقي، التعامل بإنسانية أيضا يحسب للإنسان. تبسمك في وجه أخيك صدقة. كأنه بيعمل زكاة بتصدق عليه بالفعل. فعل خير. نعم. يعني كما قلنا في المقدمة معاليك، نحن عندما نتحدث عن فعل الخير في مجتمعنا نتحدث عنه ليس فقط كخبرة اجتماعية، ولكنه أيضا يعني هو جزء من ممارساتنا وعبادتنا. مطلوب. السماء يعني تفرح عندما ترى إنسان يحب أخاه الإنسان. أين ترين تجربتنا الأردنية؟ وحضرتك أنت يعني تمارسي العمل الوطني على امتداد الوطن وفي العديد من المواقع، كيف ترين فعل الخير خلال الفترة التي اختبرتنا وهي فترة الجائحة؟ أبونا، يعني أنا دائما من الناس المؤمنين إنه نحن في بلد الخير، وأهلنا أهلنا طيبين، بدليل أنه فتحنا قلوبنا قبل بيوتنا لما كان في أي ملهوف وأي محتاج يحتاج أن يأتي إلى بلدنا. الإخوة السوريين الموجودين عندنا هم يعني إخواننا، لأنه الأردن اعتاد أن يكون موجود واحد أمان لكل من يطلب الحماية تحت القيادة الهاشمية. فبالتالي إحنا متعودين على أنه الشخص يقوم بمساعدة غيره. الإنسان هو خليفة الله على الأرض، ودورنا عمارة هذه الأرض. عمارة هذه الأرض تكون بأنه نساعد من هو بحاجة لمساعدة، نفرج كربة من ضاقت عليه الدنيا. هذا بطبيعتنا، هذا الدي ان اي موجود عندنا في شعبنا، في اهلنا، في ناسنا. وبالتالي انه نحن نمارس فعل الخير حتى ونحن نتعامل في اجواء الحي، او مع جيراننا، او مع اقاربنا، او حتى على مستوى الدوله. الخير موجود، المهم كيف يتم مأسسة واستمراريه هذا فعل الخير هذا.
فبالتالي احنا في حساب الخير وجدنا انه هناك قابلية للناس ان تساعد. احنا في كان يجينا اطفال يعطونا حصالتهم، يطلبوا من موظفين وزارة التنمية اللي كانوا يشتغلوا مع حساب الخير انهم ياخذوا الحصالة، ناخذ الحصالة مشان يتبرعوا فيها للناس اللي تضرروا من الجائحة. فلما يكون الشخص الطفل الصغير اللي عنده حصالة في البيت وعم بيقدمها تبرع لأن هناك من يحتاج لهذه المساعدة، عندئذ منكرر ومنقول بالفعل الخير موجود فينا. سيدتي أنت يعني لن أخرج عن موضوع الخير لأنه هذا عنواننا. بدي أرجع إلى آخر مهمة أنت شاركتي، مهمة على مستوى الوطن شاركتي فيها، في اللجنة الملكية. أنت كنت في لجنة المرأة. نعم كنت عضو في لجنة المرأة. الحديث عن تجربتك كوزير التنمية الاجتماعية وفي اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و تجربتك في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أين ترين دور المرأة؟ يعني ليس فقط في السياسة، احنا نتحدث عن تمكين سياسي، ولكن لما بدنا نوصل للخير أين نستطيع أن نستفيد من دور المرأة في تنشيط فكرة العمل الخيري، العمل الاجتماعي، مع أنه في فرق بين العمل الخيري والعمل الاجتماعي طبعاً. فكيف ترين ذلك في بعده السياسي من منطلق يعني العمل الذي قامت به اللجنة؟ سيدي يعني احنا هناك دائما المقولة المرأة نصف المجتمع، وهي بالعكس هي كل المجتمع لأنها من تربي الأجيال. لكن احنا الآن كنا باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نتحدث عن دور فاعل للمرأة في الحياة العامة. جلالة الملك في الرسالة اللي وجهها لدولة رئيس اللجنة هو انه توسيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة. كل عمرها المرأة تأخذ اهتماما كبيرا من القيادة الهاشمية ومن الحكومة، لكن احنا نريد ان يكون هناك دور واضح وبارز للمرأة في العمل العام وفي الحياة العامة، في الحياة الحزبية اللي احنا مقبلين عليها، وايضا انه مشاركتها لا تقتصر فقط على انه توفير حقوق لها، وإنما أيضا ضمان أنه عليها واجبات أن تقوم بها. وهذا بتطلب أنه الاعتراف بدور المرأة في الدستور على أنها هي هناك تمكين لها حتى تتمكن من أن يكون لها دور في بناء المجتمع، وأيضا حمايتها من التمييز والاستغلال. المرأة عندنا في بلدنا بإرثنا في تقاليدنا في دياناتنا سواء الديانة المسيحية أو الإسلامية هي مقدرة، هي الأم وهي الأخت وهي الإبنة لكن إحنا ما نريده أن التشريعات والقوانين تعترف بدور المرأة وتحميها أيضا في نفس الوقت، لأنه إحنا إذا نريد حياة سياسية متقدمة لا يمكن أن تكون هذه الحياة السياسية بدون ما يكون هناك مساهمة حقيقية للمرأة. المرأة في الأردن والأسر الأردنية والأب الأردني ممكن يبيع أرضه مشان يعلم ابنته. نعم. وهذا صح، حوادث كلنا بنعرف نعم انها بتصير. نعم. ولا تفريق بين الابنة والابن في مجال التعليم وغيره. لكن الان نحن عند مفترق طرق يتطلب انه يكون في هناك اعتراف بان على النساء دور في ان يشاركنا بشكل اكبر في الحياة العامة. لانه يا سيدي عندما نتحدث عن دور المرأة في الحياة العامة نتحدث ان هناك ايضا مساهمات للمرأة في وضع التشريعات ووضع السياسات العامة اللي بتأثر على المرأة وعلى الرجل وعلى الأسرة وعلى الطفل. وموقف او نظرة المرأة لصياغة التشريع والقانون تختلف احيانا عن الرجل، لانه المرأة بشكل عام المنظور عندها واسع، تأخذ بالأساس مصلحة الأسرة
وحماية والمصلحة الفضلى للطفل حتى قبل مصلحتها. بدي أسأل على ضوء يعني هذا المنجز الوطني، كيف يعني أين أحرزنا تقدم على صعيد المرأة في 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 عمل اللجنة وفي مخرجاتها؟ أين ترين التقدم الذي تم كما تعلم سيدي احنا مخرجات اللجنة الملكية كان الضمانة الملكية انها تكون تصل للحكومة ومن ثم مجلس النواب، والان مجلس النواب يقوم بممارسة دور التشريعي الرقابي بالنظر لهذه المخرجات، وخاصة قانون الأحزاب وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهذين القانونين الآن يتم مناقشتها في مجلس النواب. احنا كان بهمنا انه بالفصل الثاني من الدستور عنوان الفصل يكون حقوق وواجبات الأردنيين والأردنيات، وأيضا يكون في فقرة خاصة بالمادة 6 تتعلق بأنه تكفل الدولة تمكين المرأة في واجبات. يعني هل هناك تفكير بأنه نتحدث عن واجبات؟ لا يمكن، هناك تلازم دائما بين نعم. الحقوق والواجبات، لا يمكن أن أطالب بحق وما يكون علي واجب. فلما احنا عنوننا الفصل حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم، احنا نتحدث بالفعل عن الحقوق، لكن ايضا هناك واجبات على المرأة الأردنية مثلها مثل الرجل الأردني في المحافظة على السلم المجتمعي، في ايضا انه يكون لها دور في حماية البلد اللي هي مواطنة فيه. يعني يمكن أبونا إذا بتسمح لي، إحنا الدستور الأردني عندما وجد في 52 تحدث أولا عن أنه الأردنيون أمام القانون سواء، ثم جاءت تعديلات 2011 وأفردت فقرة خاصة بحقوق الأسرة، الحفاظ على الأسرة والنشأ والأطفال وذوي الإعاقة. والآن أصبحنا أيضا نتحدث أنه كمان لابد من وجود فقرة خاصة بالمرأة وفقرة خاصة بالشباب. يعني الأردن لما يكون 70% منه هم شباب، لا يعني لابد أن يكون هناك دور واضح، لأنه في أنه دور الدولة في أن تكفل دور الشباب كما أن تكفل تمكين المرأة. فبهذه النقطة أيضا إحنا تطرقنا لأهمية أن يكون هناك تأنيث للنصوص التشريعية، بمعنى عندما يتم صياغة أي قانون جديد يخاطب الذكر والأنثى، لأنه اللغة في معظم الأحيان هي اللي اللغة المستخدمة تؤثر في الوجدان وتؤثر في طريقة تناول الشخص للنص القانوني. فلما يعني أنا أكرر بالتشريعات وبالنصوص سواء كانت قوانين أو أنظمة أو تعليمات إنني أخاطب الرجل والمرأة سواء بالحقوق أو بالواجبات، يترسخ دور المرأة ومساهمتها في الحياة العامة. سيدتي، عنواننا الخير موجود في مجتمعنا، ويمكن منظومة الحياة السياسية بالأردن يعني هي نابعة من تقاليدنا وحاجاتنا وما يطرأ عنا من في الزمان والمكان. هذا التحديث كيف ترين دورنا احنا الاجتماعي المجتمعي لما بدنا نحكي؟ انا بدي اربط ما بين فعل الخير وما بين عمل اللجنة. اين يعني اين ترين مثلا تشجيع العمل التطوعي، العمل الاجتماعي، وين شفتي؟ لانه نتحدث عن انا يعني لقاءنا ليس سياسيا او، ولكن طبعا اللي يجلس مع الساسة السياسيين بده لازم او مع التكنوقراط وبالتالي يعني ما بتشوفي انه مجتمعنا بحاجه انه احنا نستفيد من تجارب الماضي،
من إرثنا، من تقاليدنا الطيبة، من عونتنا. ما بصير نترجم هذه إلى ممارسة مجتمعية ويكون انعكاساتها يعني في فكر الأحزاب وفي فكر المجتمع المدني. كيف ترين؟ أولا يعني سيدي، المرأة في الأردن كان لها كان ولا يزال لها دور فاعل جدا في المجتمع المدني، سواء كانت الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. نعم. سواء كانت تتعلق بالمدافعة أو غيره، أو المناصرة وغيره. هذا الدور النشط للمجتمع المدني، واللي هو بالأساس وراءه المرأة في الأردن، بالتأكيد هذا يصب في الحياة السياسية. يعني عندك أنت كثير من الأحزاب بل كانت نشأتها على مستوى العالم من خلال جمعيات. حزب العمال البريطاني لما نشأ كان بالأساس هو جمعية تعنى بحقوق العاملين. نعم. وثم تحول إلى حزب العمال البريطاني. نعم. وأصبح الآن أحد أقطاب السياسة في بريطانيا. فنقول دائما أن المجتمع المدني في الأردن بالذات هو دائما رديف للحكومة ومساند لها في تنفيذ، في تقديم الخدمات، وفي أيضا في المبادرة في مشاريع ريادية تتحول فيما بعد إلى خدمات وإلى مؤسسات. حساب الخير مثال. حساب الخير رديف للدولة بالتأكيد. لأنه الفكرة إنه إذا إحنا بنتحدث عن حدوث أي أمر طارئ، سواء كان وباء، جائحة أو غيره، لابد منه يكون في عندك ذراع مساند للحكومة في تقديم مثلا الخدمات، سواء كانت إغاثة أو تقديم حتى دعم نفسي اجتماعي للمتضررين مثلا من الزلازل، أو إذا في صار في سيول أو حرائق. نعم. فهذا الدور إحنا بيميز الأردن إنه في علاقة متوازنة وعلاقة مباشرة بين المجتمع المدني وبين الدولة، وفي توافق إلى حد كبير في تقديم الخدمات. يعني حتى خلال الجائحة الجمعيات سواء الخيرية أو غيرها في الأردن لم تقصر أبدا في دعم الأشخاص، تقديم دعم اجتماعي، تقديم دعم نفسي، واستشارات حتى قانونية بالنسبة لأوامر الدفاع وغيره. هذا الكلام هو بالأساس مصدره ماذا؟ مصدره إحنا إن الناس عندنا بتحب تكون موجودة تساعد غيرها. نحن هذا جزء منا، جزء من طبيعتنا، مش أمر بده ينحط والناس والله تلتزم فيه. هذا بيجي بشكل تلقائي، لأنه الإنسان أيضا تربينا في هذا البلد إنك أنت لما تقدم شيء خير بالنهاية رح يرجع لك. صحيح. بطريقة أخرى. نعم صحيح. سيدتي، يعني نتحدث عن مجتمع ونتحدث عن الخير، خلينا نسمع منك أرقام. يعني صندوق الهمة، همة وطن. نعم. كيف كانت استجابة الشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى لنداء الوطن في يعني لا تنسى حساب الهمة، الحساب الرئيسي كان موجود، وكان حوالي التبرع وصل حوالي 93 مليون. نعم. هذا بحساب الهمة الرئيسي. احنا في حساب الخير وصلت التبرعات عندنا لغاية الآن حوالي 5 مليون. حساب الخير دوره كان يدعم الأفراد، فكنا بالفعل يعني نتوخى الدقة الشديدة، لأنه احنا عم نقدم الدعم لأفراد وليس لمنشآت ومؤسسات زي ما كان مثلا حساب الهمة أو حساب وزارة الصحة. نعم. فكان التحقق من الأفراد اللي بالفعل هم متضررين ولا توجد مظلة تدعمهم، يعني ندعم. نعم. من لا داعم له، كان لابد من التحري والتحقق مرة أخرى من الأسماء من خلال السجل الوطني الموحد. احنا نظرنا للأمر على أساس القطاعات التي تضررت.
كانت وزارة العمل تصدر نشرة ما هي القطاعات التي تضررت. نعم. وبناء على ذلك كنا مثلا قطاع السياحة تضرر بشكل كامل، كان في إغلاق كامل لفترة بالسياحة. قطاع الزراعة، الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل الثقافة والفنون والتصوير وكل شيء، والموسيقى والعزف كمان تضرر جدا. نعم صحيح. نعم. محلات بيع الزهور، صالات الأفراح، أيه. مكاتب استقدام الخادمات، المطابخ الإنتاجية، الحضانات، رياض الأطفال، مساكن الأسر الفقيرة. نعم. كلها المشاريع المنتجة كلها تضررت. فكنا من خلال السجل الوطني الموحد، ولأنه أمانة سر حساب الخير هي وزارة التنمية الاجتماعية اللي عندها السجل الوطني الموحد، كنا نتحقق من الأسماء، نتعاون مع الوزارة اللي هي المظلة للقطاع. بمعنى لما إحنا دعمنا عمال الزراعة كان تعاوننا مع وزارة الزراعة باعتبارها هي المظلة الرسمية لقطاع الزراعة. لما أيضا دعمنا كرة القدم فكان تعاوننا مع اتحاد كرة القدم باعتباره المظلة الرئيسية لكرة القدم. نعم. فكان الدعم يأتي، وأيضا حبينا يكون في نوع من الشكر والتقدير للجيش الأبيض، للكوادر الطبية اللي كانت الموجودة في الميدان. نعم. والتي يعني عانت الأمرين، فكان في الدعم اللي قدم هو عبارة كان عن رسالة تقدير وشكر لكل جهودهم خلال الجائحة. بارك الله فيكم. أنا سؤالي، هل رأيتم استجابة في مجتمعنا لنداء الخير، لطلب الخير؟ نعم، يعني إحنا لا ننكر إنه القطاع الخاص تبرع بزخم، لا خصوصا لحساب الهمة. يعني إذا أنا نتحدث عن الشركات الكبيرة وعن البنوك كان تبرع لحساب الهمة. إحنا كان في اقتطاع رواتب القطاع العام، القيادات العليا بالقطاع. نعم. العام. نعم. كان في اقتطاع الرواتب كان يأتي لوزارة لحساب الخير، بالإضافة لتبرعات من الجمعيات ومن النقابات ومن الشركات ومن الأفراد ومن الجمعيات ومن الشركات الصناعية تبرعت لحساب الخير. كثير من الناس كانوا يفضلوا أنهم يتبرعوا لأفراد، بدهم يدعموا فرد، ما بدهم يدعموا منشأة. مشان هيك. نعم. كان حساب الهمة مخصص للمؤسسات والمنشآت. نعم. وحساب الخير مخصص للأفراد. يعني كم عدد اللي ساعدتوهم كأفراد؟ لغاية الآن نتحدث عن حوالي 25,000 أسرة. لا يزال أمامنا، إحنا 5 قطاعات، نحن الآن في صدد نكمل الدعم إلها، وهي قطاع الدفعة الثانية من قطاع الزراعة، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، قطاع النقل، وأيضا أسر أبناء غزة. كنا نتحدث قبل ما نبدأ البرنامج معاليك، كنت تقولي إنه هناك يعني هذه التجربة شجعت الكثير من الإخوة المواطنين على التسجيل، المبادرة إلى الانضمام إلى الضمان الاجتماعي. أنتوا بالطبع مؤسسة الضمان ساعدت من كانوا يحتاجون، يعني مؤسسات الدولة كلها كان دورها أنها تساند بعضها البعض. نعم. مؤسسة الضمان الاجتماعي كان عندها العديد من الآليات والبرامج لتقديم الدعم للأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي. نعم. لكن لا تنسى أبونا أنه 40% من العمالة في الأردن هي عمالة غير رسمية، بمعنى أنها غير مسجلة في الضمان. 40%. هلأ هذا الرقم كبير، يعني إذا ما اشتغل اللي هم زي عمال المياومة. آه. وغيرهم أو عاملين مثلا بدون تسجيل بالضمان الاجتماعي لعدة أسباب. فكرة أنه إحنا حساب الخير كان دورنا ندعمه بغض النظر، هو يعني إذا لم يكن مسجل في الضمان الاجتماعي فالدعم يأتي من عندنا. لكن أيضا لما صار توجيه ملكي بدعم عمال المياومة سجل أو فتح صندوق المعونة الوطنية المجال للناس تسجل
كعمال مياومة. نعم. تم دعم 250 ألف أسرة من عمال المياومة. وتم دعمهم على مرحلتين. فهذا بالنهاية صفى الدعم من صندوق المعونة، وأنت جسرت من خلال صندوق المعونة وسهلت عليه الطريق أنه ينضم للضمان الاجتماعي. لأنه ناسنا يمكن بدها فترة لتحس أنه والله أنا بدي أسجل. هناك دائما مخاوف أو جدوى، هناك جدوى ودائما في مخاوف أنه والله أنا ما بدي أسجل لأنه ما بدي الضريبة تلحقني وغيره وغيراته. لكن كمان الجدوى هي كتير أكبر من هاي المخاوف، خصوصا لما يكون العامل مياومة وبحاجة وبتوقف رزقه وعم إذا توقف الإنتاج والعمل. استجابة مجتمعنا لنداء الخير، إذا نشكر الله إنها كانت جيدة وممتازة. أين دور المؤسسة الدينية في تعزيز هذه الممارسات، وإيش تتوقعي منا إحنا كمؤسسات دينية كرجال دين حتى تشجع الناس على أن ينخرطوا في المساهمة في الخير، والخير لا يتوقف على المال. يمكن الكثير من كنت مريضا فعدتموني، كنت محبوسا فزرتموني. صح. يعني مش بس إنه جائعا فأطعمتموني، ولكن أيضا البسمة كما تفضلتي. إيش طبيعة العلاقة بينكم وبين المؤسسة الدينية، ودور المؤسسة الدينية في تعزيز هذه الفضائل؟ في الواقع أولا يعني إحنا بالتأكيد إنه الوعظ والإرشاد موجود من المؤسسة الدينية. نعم. هذا لا يمكن أن ننكره، ودائما سواء كنا نتحدث عن المسجد أو نتحدث عن الكنيسة هذا الدور موجود. هناك حتى صناديق، سواء الصناديق الموجودة بالكنيسة أو صندوق الزكاة أو صندوق الحج أو غيره أيضا موجود. الفكرة إنه دائما نفكر كيف نريد أن نمأسس عمل الخير. بمعنى أنه أنا ممكن أنا أعطي شخص، لكن أنا بدي أضمن أنه هذا الشخص اللي أنا بدي أساعده، بدي أحكي هون أول شيء عن الدعم المالي وبعدما أتحدث عن الأمور الأخرى. لا. بدي أضمن أنه هذا الشخص هو بالفعل يحتاج للمساعدة. لا. أنا كشخص من كيف رح أعرف وضعه إذا لم يكن عندي مجال أشوف السجل الوطني الموحد اللي هو عنده بيانات عن 4.5 مليون فرد، وبالتالي ممكن يعرف وضع الإنسان إذا هو بالفعل بحاجة للمساعدة. أنا واجبي كشخص بدي أقدم مساعدة مالية أن أتحقق إنه هاي المساعدة المالية رايحة لمن يستحقها بالفعل والأكثر احتياجاً. هذا من جانب. من جانب تاني منلاحظ كمان إنه عدد كبير من الناس بنخرطوا بأعمال تطوعية لمساعدة المريض، مساعدة الأرامل، تعليم الأيتام. هذا موجود، يعني موجود، لكن الفكرة إنه كيف أنا دائما الهاجس عندي المأسسة من أجل ضمان الاستدامة والاستمرارية. في صار علاقة بينكم يعني في عمل، يعني عمل حساب الخير أو همة وطن مع مؤسسات الزكاة، مؤسسات الجمعيات الخيرية الكنسية؟ احنا في الواقع بلشنا بنتحدث مع وقفية الخير الموجودة بدائرة الإفتاء العام. هناك وقفية للخير موجودة، وفي حديث بيننا وبينهم على أساس إنه يصير في تعاون مع وقفية الخير، بالإضافة إلى إنه إحنا حصلنا من صندوق الزكاة على قائمة المستفيدين عندهم مشان نضمن ما يصير في دوبليكيشن. فهذا الموضوع إحنا بلشنا فيه، باشرنا فيه. وأيضا يعني حتى الشركات الصناعية الموجودة في الأردن واللي كانت جدا تعاونت مشكورة مع حساب الخير، بحيث يتم وضع شعار حساب الخير على منتج من منتجاتها لأنها هاي صناعة وطنية
تحمل شعار حساب الخير، فهذا التعاون أيضا مع الشركات الصناعية اللي إحنا لازم نعترف إنه خلال فترة الجائحة القطاع الخاص كان والشركات الصناعية والقطاع التجاري كان لهم دور كبير في المساعدة في تخفيف على الناس. أستاذ ريم، يعني أنت بتعرفي معاليك أن الآن نحن نقترب من عيد الميلاد المجيد، وعمل خير يعني له هو متطلب ديني، صدقة الزكاة، وعندنا في مطلوب من المؤمن أن يصلي وأن يصوم وأن يتصدق. الصوم والصلاة والصدقة يعني صار تكعيب. السؤال أنه يعني أيضا في شهر رمضان المبارك، يعني في الأعياد، في عيد الأضحى، في عيد الفصح، قبل أن أنتقل إلى ألوان الأردن في هذه المواسم الطيبة، في سيفساء يعني فعل الخير ليس محدد بيوم، يعني مفروض أن نتذكر أن تكون ثقافتنا إنه عمل الخير مش بس على وجه العيد، بالفعل. مش بس لأنه في عنا عيد ميلاد أو رأس سنة أو فصح، ولا لأنه إحنا بس برمضان وبالأضحى، على أهمية وقداسة وكرامة هذه الأزمنة، لكن يعني مفروض يكون عندنا 352 يوم نتذكر فيها فعل الخير. أنا يعني مسكون يعني بحب ما كان في وطننا، في بلدنا، في مجتمعنا. كيف ترين معاليك أنت وبرأيك، وأنت كنت وزير التنمية الاجتماعية، وأنا يعني لا أذيع سرا أنه أنت كنت دوما تتصلي على الأعياد، وأتشرف أنا بمرافقتك على بيوت الضيافة للمسنين ومدارس الأيتام، وكنا نتشرف يعني بهذا، ونحس أنه نحن جميعا يعني نبتغي أن نرضي وجه الله تعالى من خلال، لأنه نحن نشوف الله في وجه هذا المحتاج وهذا المريض وهذا الشيخ إلى آخره. شو رأيك يعني إيش هل ينقصنا الآن في هذه الأيام إن مأسس هذه الممارسة؟ يمكن أبونا بالأساس يعني أنت تحدثنا عن فسيفساء الأردن الجميل، ودائما بتذكر الإنسان إنه تنوعنا في هذا البلد هو مصدر قوتنا. والقوة لا تكون فقط القوة بالجسمانية، وإنما أيضا الثبات والاستمرارية على ممارسة الأعمال الصحيحة أو عمل الصواب. بالأعياد يعني يمكن أنا ما بتفهم لماذا الشخص بحس إنه لازم يعمل الخير بالأعياد الدينية كلها، لأنه بحس أيضا يعني كأنه في بيصير له تذكير إنه والله أنا دوري أشكر ربي على النعم اللي أنا عايش فيها، ولازم أساعد غيري، لازم أزور حتى بعض الأقارب والجيران، وأطل على جاري إذا محتاج أو إذا سمعت عن حدا أتبسم بوجهه على الأقل، أتبسم بوجهه وعايده وأقول لكم عمد بخير بالفعل. يعني لكن إحنا كمان الإنسان اللي بيعمل خير أنا دائما بقول يستبشر، يعني في بشرة تأتي، يشعر بالفرح والسعادة الداخلية يمكن تطغى عن أي أمر تاني، ويمكن هذا بصير الشعور الشخص بده يعمل خير مشان يشعر بهذا الرضا والقناعة والسعادة الداخلية. يا سيدي زيارة، لما كنا نعمل الزيارات في عيد مع اقتراب عيد الميلاد المجيد وعيد الفصح، في عندنا جمعيات مسيحية تقدم وتعين وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للأيتام وللأرامل وأيضا المعاقين، فأقل ما فيها إنه الواحد يقول شكرا
ويشكر الشخص اللي عم بيساعد الحكومة على تقديم هذه الخدمة، لأن وزارة التنمية لا يمكن أن تقوم بهذه الأدوار لوحدها. لولا وجود مجتمع مدني قوي وفاعل وأيضا مرتبط بهذا البلد وبقيم هذا البلد وفي شعبه وأصالته، الوزارة والحكومة مش قادرة لحالها. فأقل ما فيها أنه الإنسان، يعني الإنسان يعمل الخير، لكن كمان لما ينقل له شكرا عندئذ يحس أنه في شخص عم بيقدر عمله. فبالتالي أبونا، يعني أنا دايما بقول لما أي شخص بيعمل شيء لأي شخص آخر، كلمة شكرا كمان فيها نوع من يعني خير. معاليكي، شو بتقولي في عيد الميلاد المجيد اللي راح نقترب نحن نقترب منه ب 25 الشهر الحالي، ونتذكر يعني الخير وأمنيات الخير، ولما منعايد على بعضنا نقول كل عام وأنتم بخير، الخير يعني نتمنى لبعضنا البعض. بدنا نستذكر الفقراء، السيد المسيح ولد في مغارة في بيت لحم فقر، في عائلة مقدسة، وأنت كنت أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة. كيف ترين وضع الأسرة مع الخير؟ هل تنشئتنا نحن في هذه الأيام، هل تعزز هذه القيمة، هذه الأمثولة الطيبة اللي بتشوفها؟ يعني مش بس إنه نتبرع بهذا الدينار اللي هو بسخاء بيكون من بعضهم، يعني ببعض اللي بعطي دينار هيك اللي بيقدر عليه. السؤال يعني كيف ترين تعزيز هذه القيمة تربويا في الأسرة؟ نتحدث عن دور المرأة، دور الأم، دور الأب، دور العيد كمناسبة، دور المجتمع، كيف تشوف فيها؟ يعني بداية لابد أن يعني نتذكر أنه التحديات اللي بتواجه الأسرة كبيرة، خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي والقدرة على سحب انتباه الأطفال والأبناء والبنات لقضايا غير اللي تربوا عليها داخل أسرهم. هذا تحدي موجود. لكن أيضا واجب الأم والأب، وخاصة الأم أنا بنظري، على تربية الأطفال على قيمة العطاء وعلى قيمة المساعدة وأهمية أنه أكون موجود في صف أي شخص مستضعف. هذا أمر مطلوب منا كأهل في اتجاه الأبناء. إذا بدنا إحنا أبنائنا وبناتنا يكونوا متوازنين، توازن الداخلي والخارجي، ما هو أيضا قادرين على أنهم يستمروا في الحياة، فقيم العطاء لازم تتربى عند الأطفال من الصغر. مش هذا تمكين مرأة وأسرة ومجتمع؟ بالفعل هو تمكين. لكن وليش أنا بقى يعني دائما أقول الأم بنا والأب جنة. نعم صحيح. فلما يعني بذكر أنه الأم عليها دور أكبر، لأنه بالفعل الأم يمكن عندها قدرة كبيرة، لكن هذا لا يمنع أنه هناك دور على الأب في تربية الأطفال على العطاء. يعني زيارة حتى الأقرباء أو الأهل، اللي صلة الرحم، زيارة مأوى للأشخاص المسنين، هاي كلها بتربي الأطفال على هذه القيم وأنه الإنسان يشعر بغيره. يمكن إحنا مع اقتراب عيد الميلاد المجيد نتذكر كمان إنه غير المعاناة اللي عاناها سيدنا المسيح، إن هناك فرح وسرور في عيد. وين درستي معاليكي؟ أنا بالمدرسة الأهلية للبنات. يعني كنت حب. تعلمنا بالمدرسة إنه الواحد لا يمكن أن يكتمل نجاح الإنسان إلا إذا قدم خدمة لمجتمعه. هاي كانت من أهم الدروس اللي تعلمتها في المدرسة وأيضا في الجامعة الأردنية، إنه الموضوع إنه خدمة المجتمع وخدمة والخروج من إطار
المدرسة أو الجامعة أو إنه التعامل مع الآخرين، هذا كان جزء من الأنشطة اللامنهجية اللي أنا كنت محظوظة إني كانت موجودة في مدرستي وفي جامعتي. الخير صناعة والدراسة والتربية والإيمان. أنا باعتقادي هي فيها الجزء الإيمان والجزء الديني، لكنها الأهم فيها الجزء الإنساني، الجانب الإنساني. تكتمل إنسانيتنا بفعل الخير. بالفعل تكتمل. معاليك يعني بتعلم منك كثير. تسلم. وأنت الله الله. يعني ما شاء الله سي في كثير مليئة بالإنجازات، بس أنا أعتز بهذه الأخوة اللي بين الصداقة اللي بيننا. تسلم أبونا. وأنا أشهد أنه أنت دوما كنت هذه السيدة اللامعة التي تسعى لفعل الخير في مجتمع، وتنثر بذور الخير وكلمة الخير ولمسة الخير في هذا الوطن، الوطن الطيب. وما كان يعني نجد إلا منك إلا كل هذه النفحة الطيبة. تسلم. والتي تعطي لمجتمعنا يعني صورة عن هذا المجتمع، مجتمع الخير. في عنا وجع، في عنا مرض، في عنا كورونا بشيك، في عنا، ولكن الخير موجود بشيك. عليك تفائلوا بالخير تجدوه. انت كنت سألتيني عن اقتباس. طبعا ما عليك اذا وبحب يعني شكرا انك اعطيتني الفرصه، يعني زي ما قلت لك حبيت ابحث يعني. وبالتالي في سفر الامثال الكتاب المقدس لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. يعني عندما يكون في طاقة يدك أن تفعله. بمعنى آخر أنه لا تتأخر، إذا بتقدر يعني باشر. هذا تقصير. باشر باشر. نعم باشر باشر. معاليكي شكرا. شكرا إليك. هذه الإطلالة الكريمة الطيبة من معاليكي أسعدتنا، وخاصة نحن في هذا الشهر الخير ونحن نقترب من نهاية هذا العام. نتمنى كل عام أن تبقى هذه البلاد الطيبة الطاهرة المكرمة المقدسة، أن تبقى يعني بلاد الخير، وبلدنا فيه خير الحمد لله. يمكن أنا بحب كمان أعايد على إخواننا وإخواتنا المسيحيين وأقول إنه كل عام ونحن جميعا بخير. صحيح. والجائحة بإذن الله ستنتهي في يوم من الأيام، لكن واجبنا لا تنتهي الجائحة أن نكون قادرين على التصدي لها، وبدون أخذ المطعوم والإصرار على الآخرين، الأشخاص اللي إحنا منحبهم واللي هم بحياتنا، إنهم أيضا يأخذوا المطعوم. لا يمكن إنه بلدنا إلا وأن ينهض بلدنا من هذه الجائحة، وبإذن الله السنة القادمة بنفس هذا الوقت نكون تخلصنا من هذه الجائحة. الله. كل هذا، كل كلماتك كلها خير، وكلها دعوة إلى الخير. المطعوم والوقاية والتباعد، التباعد الجسدي على أن لا تتباعد أرواحنا وقلوبنا. نحن ينبغي أن نتذكر أن هذا الإنسان هو أخ لي، هذا الإنسان علي أن أتمنى له الخير. الكتاب المقدس عندنا بيقول أحبب قريبك كنفسك، والقريب هو كل إنسان، هو جاري وكل إنسان أصادفه في منظومة الخير التي تعلمنا إياها السماء. يمكن لكل منا أن يكون فاعل خير، فاعل خير. أعيد ما تفضلت به معاليها عندما قالت الحديث الشريف: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنا أقتبس هذا الحديث بعد أن تعلمت من معاليها، وهي تقتبس من الكتاب المقدس من سفر الأمثال، أن عجزنا عن فعل الخير هو تقصير لنفعل الخير. هذا الوطن فيه الكثير من الخير، كل الخير فيه، كل الخير والحب نتمناه لكم. شكرا لمتابعتكم لنا في هذا اللقاء الذي حظينا
به بصحبة وبرفقة معالي الأستاذة ريم أبو حسان. شكرا لك معالي. شكرا لكم وإلى لقاء قريب الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم ليلة طيبة وإلى اللقاء.